بسم الله الرحمن الرحيم. كنا عملنا مرة درس عن ازاي ممكن احط قوسين حوالين الحاشية السفلية، ففي سؤال عن ازاي اقدر اتحكم في خط الحاشية السفلية. هو السؤال بيقول كيف استطيع جعل خط الحاشية السفلية بحجم 13 وليس 12. تعالوا نعمم السؤال او نوسع السؤال شوية ونقول ازاي نقدر نتحكم في خط الحاشية السفلية عموما، يعني مش بس الحجم، اللون، نوع الخط. يعني على اي اساس جهاز الكمبيوتر عندي لما بضيف فوت نوت على اي اساس بيتم تحديد الخط؟ يعني على اي اساس تم اختيار الخط الاسود؟ على اي اساس تم اختيار الخط اللي نوعه اريال؟ على اختيار 10 على سبيل المثال. كل المعلومات دي موجوده في ستايل اسمه فوت نوت. فانا اقدر اروح من هوم، من ستايلز، من مانج ستايلز. هو لوحده دلوقتي واقف على فوت نوت تكست، هو حاليا 12 في حالة اللغة الإنجليزية، 10 في حالة اللغة العربية. أنا أقدر أعدل ده كله من موديفاي. أنا عايز الفوت نوت تكست يكون كالتالي، يكون خط أوكي خليه زي ما هو لكن باللون الأزرق. عايزه فونت 14 في حالة اللغة الإنجليزية، وفي حالة اللغة العربية عايزه برضه باللون الأزرق وفونت 12. كده أنا بحفظ المعلومات دي كفوت نوت. أهم حاجة لو أنا عايز أستخدم المعلومات دي باستمرار أقول له نيو دوكيمنت. لو قلت له أوكي وهي أونلي يبقى أنا بعمل التعديل ده في الملف ده فقط، لكن لما أقول له نيو معنى كده إن أي ملف وورد هعمله الفوت نوت فيها هتبقى بالمعلومات دي. أوكي؟ أوكي؟ وتعالوا حتى نقفل وبدون حفظ. ونرجع نفتح ملف وورد كمان مرة. وتعالوا نجرب نضيف من ريفرنس حاشية سفلية ونشوف كده هل الخط لما كان انجليزي فعلا كان كاليبري 14 ازرق، ولما كان عربي كان اريال 12 ازرق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.